تصريحات تركيا عن خاشقجي علق عليه الناس كثير، لكن الجميل في الموضوع الذي أود أن أضيفه هنا، يعني لما قال أردوغان أن ولي العهد ووزير الخارجية والمسؤولون السعودي كلهم يكذبون ولم يقولوا شيئا صحيحا أبدا، كل كلامهم كذب، هذا استفزاز. هو صح لم يصل إلى مرحلة تجريم محمد بن سلمان، لكن مجرد هذا الكلام استفزاز لمحمد بن سلمان، استفزاز يعني ليس بسيطا، استفزاز كبير. السؤال هو، وقد سئلت عدة مرات، أنه لماذا لم يرد محمد بن سلمان؟ محمد بن سلمان تغريدة واحدة من وزيرة الخارجية الكندية قطع العلاقات وفعل وترك وزعطر وشوي يرسل الصواريخ على كندا. طيب هذا تركيا أهانت محمد بن سلمان كم مرة وكررت الإهانة وكررت الإهانة وكررت، وآخر شيء الآن أردوغان بنفسه يقول ولي العهد كذاب. طيب لماذا؟ يعني ما هو تفسير أن محمد بن سلمان لم يمارس ردة فعل؟ بالعكس كان يقول أنه ما دام الملك سلمان موجود والرئيس أردوغان موجود فستبقى العلاقة ممتازة بين البلدين. السبب أنه خايف من الأسوأ، وفي نظري أنا والله أعلم أنه خايف من الأسوأ، خايف أن الأتراك أنهم يصلوا إلى مرحلة إصدار أو إعلان الأدلة القطعية الصريحة على أنه يتحمل المسؤولية. ولما هذا الجمل وهذا الخوف الذي اجتاحه وجعل منه ساكتا لا يرد أبدا، يعني مقارنة برده على قطر ورده على كندا ورده على ألمانيا، حتى ألمانيا رد عليها رد عنيف وإسبانيا هددهم تهديد شديد، بينما تركيا لم يرد بأي شيء. نعم الصحافة تنتقد وبعض المغردين المحسوبين عليه ينتقدون، لكن لم يصدر أي قرار لا اقتصادي ولا سياسي ولا إعلامي رسمي من الدولة.